هتفي بالسيد، قولوا لي الاسم تاني يا شباب. شحات، لاتوري، غتوري. السيد شحات غتوري، مدير الاداره العامه للبحوث الفنيه بمصلحه الجمارك. صباح الخير يا فندم. خير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بسعاد. استغاثات جات لنا من مساء اول امس، يعني من اول امبارح بالليل يا فندم، من عدد كبير من المواطنين المصريين في ميناء سفاجة بخصوص مشكلة احتجاز الجمارك لسياراتهم اول ما وصلوا الى مطار الى ميناء سفاجة. تعالوا نسمع، تعالى يا فندم لو سمحت نسمع كده صوت من الاصوات دي. معانا الاستاذ وائل. ايوه معاك يا فندم. وعليكم السلام يا استاذ وائل. معانا الحمد لله مسؤول في الاداره، مدير الاداره العامه للبحوث الفنيه بمصلحه الجمارك، معاك على التليفون يا استاذ وائل، اتفضل. تمام. حضرتك احنا من يوم الخميس هنا واصلين الجمعه الصبح، تمام؟ من السعوديه على التريبتك النادي السعودي، تمام؟ وبعدين فوجئنا اللي هم قالوا السيارات مش هتنزل من العباره، ليه يا جماعه؟ قال لك في قرار يوم 29 او 28 توقف التريبتك ده عشان في مشاكل ماليه بين الجمرك وبين السعوديه، التريبتك السعودي. طب احنا ذنبنا ايه؟ ما وقفتناش هناك ليه واحنا جبنا عيالنا واتبهدلنا وبقينا خمس ايام نايمين على الرصيف هنا دلوقتي؟ بندفع فندق فلوس 500 جنيه. ولغايه دلوقتي السيارات محجوزه ومحدش معبرنا هنا خالص. طيب. اتفضل يا فندم سامعينك. طيب بص، احنا محدش يقدر يحجز السيارات ولا حاجه. هو كله فيها، ما انا هقول لحضرتك اهو، محدش منع حضرتك من الخروج، محدش يقدر يمنعك. بس احنا عندنا خمس انديه، منهم النادي القطري والنادي الاتحاد السعودي والبحريني. الانديه دي مديونه لمصر ب 200 مليون جنيه، بقى لنا اكثر من خمس سنين بنحاول معاهم مفاوضات وجلسات وتحت اشراف الاتحاد الدولي للتامين ونادي السيارات والرعايات المصري في مصر دون استجابه. تمام. احنا انذرناهم من 15 يوم ومن شهر بالوقف هنوقفكم، تديدوا اللي عليكم دون استجابه، ما حدش استجاب. فمال الدوله، المال العام بيهدر بالطريقه دي. فاحنا وقفناهم بس ما منعناش حضرتك من الخروج. حضرتك لو جبت دفتر من اي نادي اخر غير الخمسه دول. استاذ شحات، بعد اذنك يا استاذ، ثواني يا استاذ وائل لو سمحت، لحظه واحده. استاذ شحات، فاحنا لينا فلوس عند خمس احنا لينا فلوس عند خمس انديه عربيه طالبناهم بيهم ما ردوش علينا، فنقوم نوقف التعامل معاهم ونوقف مصالح المواطنين ونسيبهم مرميين خمس ايام على المينا على راس المينا. انا اقول لسعادتك، لا انا اقول احنا بقالنا خمس سنين بنطالب فيهم ونقعد معاهم اجتماعات تحت بقالنا الاتحاد الدولي. يا باشا، يا بيه يا بيه، انا في النهايه المواطن ده ذنبه ايه؟ طيب هو ماله؟ انا اقول لحضرتك، انا اقول لحضرتك، انا انذرت امتى اوقفه؟ انا اخترت النادي هوقفك، كان المفروض ما اطلعش دفاتر بقى. المفروض ما يصدرش دفاتر لما انا قلت له هوقفك، يا اما تلتزم ما يصدرش دفاتر. انا عندي داخل مصر الناس اللي افرجوا بدفاتر من هذه الانديه، احنا سمحنا لهم يجددوا لانهم دخلوا البلد وخلاص. عندنا كذا مئات برضو سمحنا لهم بالتجديد والتقدير. هم طلعوا ازاي من السعوديه يا فندم؟ العربيات دي طلعت ازاي من السعوديه؟ من انا واخد بالي. النادي ده عنده خبر من المينا من السعوديه يا فندم العربيات دي؟ ما هو ده مشكله النادي، النادي المفروض ما يصدرش دفتر، بس المواطن المصري ما حدش منعه من الافراج ولا احتجز سيارته. ليه؟ في امكانه يجيب دفتر من نادي اخر ويفرج، واحنا اللي علينا هنديله شهاده ان الدفتر اللي جابه من النادي السعودي لم يستخدم، يرجع ياخد فلوسه او تعويض من النادي اللي اصدره له. هنطلع له شهاده رسميه مختومه بختم شعار ان هذا الدفتر لم يستخدم. وفي اكثر من نادي. هو ينفع يا فندم بعد المواطنين دول ما بقالهم خمس يوم النهارده على الرصيف، ينفع يا فندم يترد عليهم يتقال لهم اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم؟ يا استاذ طب المال بتاع الدوله يروح فين يا فندم؟ والناس دي مصلحتها ذنبها ايه؟ ايوه على راسي، مال الدوله طبعا. الناس دي ذنبها ايه يا فندم؟ ما تقلهاش ليه الكلام ده؟ ما تقلهاش ليه الكلام ده يا فندم؟ كانت يا اما ما شحنتش عربياتها، يا اما اجلت سفرها شويه كام يوم لغايه ما المشكله دي تتحل. ذنبهم ايه الناس دي يا فندم؟ طب النادي، الانديه اللي بقول عليها داخل مصر مش بعيد، ممكن اجيب منها دفاتر وافرج من اول يوم، ما اقعدش ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثه. بص يا استاذ شحات، معلش الدفتر اللي داخل مصر طالب مننا 120,000 جنيه تامين يا استاذ وائل. انا بتكلم دلوقتي مع استاذ شحات. بص يا استاذ وائل، يا استاذ شحات معلش يا فندم، انا اسفه في الكلمه يا فندم. الفكر الحكومي ده بتاع ان انا هبعت اجيب الورق من الانديه وحوري الناس هنعمل ايه وهنعقد لجنه وهنشوف، خلاص يا فندم ده انتهى.
يعني قولي لحضرتك نجيب ازاي؟ محدش هيقبل تاني بالطريقه دي في التفكير. انا النهارده عندي يا فندم عائلات او رجال بسيدات وفتيات واطفال مرميين على الرصيف في سفاجه من يوم الخميس اللي فات يا فندم. ما انا قلت لحضرتك محدش حطهم على الرصيف، يجيب دفتر من نادي اخر ويفرج. ايه اللي معطله؟ يا استاذ وائل ايه اللي معطلكم؟ ما جبتوش الدفاتر ليه؟ اتفضل يا استاذ وائل. نعم؟ ايه اللي معطلكم؟ ما رحتوش تجيبوا الدفاتر من النوادي الثانيه ليه؟ الدفاتر السعوديه كلها موقوفه، في بس واحد في مصر طالب علينا تامين على السياره 120,000 جنيه. 120,000 جنيه يا استاذه منى ليه يعني؟ السياره هتروح فين؟ السياره هترجع تاني. الدفتر اللي احنا شارينه من السعوديه ب 500 ريال 600 ريال يعني حوالي 1000 جنيه مثلا. واخد بال حضرتك؟ بيتقال استاذه بياخدوا منه 500 ريال، بياخدوا منه 500 ريال والعربيه تيجي تتباع في مصر او تدور ورقها. لا ما احنا جينا 100,000 مره قبل كده ورجعنا بيها تاني. مش اول مره ننزل حضرتك. انا ما بتكلمش على الاستاذ وائل. انت راجل انت حضرتك لازم تحلل في حضرتك كلامك سلبي كله على فكره. استاذ وائل ده حاجه يا استاذ وائل احنا عندنا ليبيا السيارات الليبيه عليها 2 مليار جنيه. مش سلبي تعالى نادي الشرق الاوسط السعودي عليه 80 مليون جنيه. يا استاذه منى النادي اللي عم كمان عارف جايب منه الدفتر. بعد اذن حضراتكم استاذ وائل ثواني نسمع من الاستاذ شحات اتفضل. النادي اللي هو جايب منه الدفتر مديون للمصلحه 90 مليون جنيه مش عارف يسدد. طب نعمل فيه ايه؟ يا بيه رد عليا. النادي المشرف النادي المشرف عليه. رد عليا يا استاذ شحات طمن قلبي والنبي ان حضرتك فاهم سؤالي ايه؟ المواطن ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه؟ النادي مديون لكم بتريليون جنيه. المواطن ذنبه ايه يا فندم؟ ما تقلوش ليه؟ وسبتوا المديونيه دي بقى ده سؤال تاني، سبتوا المديونيه توصل للرقم ده اصلا ليه؟ عشان برضو ما نوصلش للموقف اللي احنا فيه، بنتفاوض معاهم بنحاول معاهم. ما وصلناله يا فندم والناس قاعده على الرصيف بقى لها 5 ايام وبيكلموا جوار ما حدش بيرد عليهم. ما يجيب دفتر من نادي مصري، يجيب دفتر من نادي ويفرج، وحد منعه؟ ما يجيب دفتر ويفرج. ما حدش وقفه ولا حد احتجزه. احنا بنقول اهو يجيب دفتر ويفرج واحنا نديله شهاده ان هذا الدفتر لم يستخدم. انما عشان ادفع 500 ريال على سياره واجيبها ادخلها البلد وما ترجعش، طب انا اجيب منين؟ ما هو ده اللي عمل المديونيه. هو اللي بيحصل ده اللي عمل المديونيه دي. استاذ وائل النادي اللي عاوز اضيفه لحضرتك ومهم جدا، نادي السيارات والرحلات المصري، ممثل مصر في الاتفاقيه الدوليه هو اللي اختارنا بوقف هذه الانديه، فاحنا بننفذ تعليمات النادي المصري للسيارات والرحلات اللي هو مشرف على هذه الانديه وبيضمنها. هو اللي قال وقفوها لان مش قادر يجيب منها حاجه. ايوه استثنوا الناس اللي نزلت دي بقى، استثنوا الناس اللي نزلت. المفروض تستثنوها. اللي جاي خلاص ما عادش حد بيجي خلاص. الوضع ايه دلوقتي يا استاذ شحات؟ الوضع ايه دلوقتي؟ انا بس انا مش حقيقي مش متخيله ان احنا نايمين بالليل في بيوتنا وعارفين ان في ستات واطفال نايمين في الشارع بصراحه. احنا ما نعرفش ان في، احنا قلنا لا انا بقول لحضرتك من امبارح بنقول لك وعرضنا صور الستات نايمين في الشارع. احنا بلغنا يا دكتور يعني والاطفال مفيش حمام يا فندم يدخلوا. اللي يمنعهم دلوقتي اللي يمنعه يجيب دفتر من نادي محترم ويفرج؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه القلق في كده؟ ايه المشكلة يا استاذ؟ بيقول لي بيكلفني 120,000. يا بيه ما معهوش 120,000 جنيه يا استاذ شحات. هو مش هيدفع 120,000، ما اعرفش يعني نظامه مع النادي، النادي ده قطاع خاص. النادي ده بيضمنه انه يرجع السيارة من مرة تانية. احنا ما بندخلش مع الأندية. يجيب دفتر من نادي آخر، بلاش النادي ده، هو مش نادي واحد اللي شغال في مصر. ما كذا نادي. إذا كان نادي متشدد في نادي آخر. استاذ وائل كلام غير منطقي خالص. لا مش حل ده. ما انت اللي بتروح لنادي متشدد يا استاذ وائل هتعمل ايه بقى؟ معلش لا حضرتك لا هو ما حلش كده. لا ما هوش مش ده. طب انا عايزه احل الازمه والله. انا والله ما قصدي يعني ازعل حد. انا عايزه احل الازمه دلوقتي. انا صعبان عليا الناس في الشارع. الناس هم بعتوا الانديه هناك يا استاذه منى من 4 ايام بس. احنا كنا جايين في البحر وهم باعتين لهم، فهمت قصدي؟ عشان يوقفوا التعامل بالتريبتك ده. لو احنا كنا عرفنا ما كناش نزلنا اصلا بالسيارات. انما احنا دلوقتي في وقف يعني خلاص. طيب حقكم عليهم يا استاذ شحات، حقكم علينا احنا بنعتذر ان الناس دي فكرت تنزل بعربياتها. الناس دي فكرت تنزل مصر اصلا. معلش ينزلوا عياراتنا، ما حدش يقدر يمنعهم. ده لا ينزلوا عياراتنا ايه يا استاذ شحات؟ الناس اتبهدلت بس حقك ما بقاش. مش هنزوق الكلام. الناس اتبهدلت يعني. النادي اللي بيضمن الانديه دي النادي المصري المشرف عليهم لما يقولوا وقفوهم اقول لا مش هوقفهم. طب يعني دلوقتي الموضوع مع نادي السيارات، الموضوع مع نادي السيارات خلاص ما هو ادانا تعليمات احنا نفذنا خلاص. يعني دلوقتي الموضوع مع نادي السيارات؟ لا خلاص النادي السيارات ادانا تعليمات ان هو مش قادر. نادي السيارات عمل اللي عليه. ادى امر ليكوا، انتوا اخذتوا الامر نفذته، فنادي السيارات كده طلع بره الموضوع وحضراتكم مكلفين جالكوا الامر. ماله؟ ما انا عندي مال عام عاوز احصله.
انا عندي الانديه مديونه ليها 250 مليون. وانت لما تحجز على عربيات المواطنين يا فندم وتقعدوا في الشارع عليها، لا لا بس هتحصل الملايين دي كلها. نصح الفاظ بعد اذن حضرتك، انا ما حجزتش عليها، انا بقول اتفضل يفرج بس يجيب دفتر من النادي غير موقوف، انما ما حجزتش عليها، هو ملوش علاقه بالخناقه بيننا وبين النادي. استاذ وائل، ومع ذلك عشان اللي بيقوله الاستاذ وائل ان السيارات اللي في المينا، السيد رئيس مصلحه اجتماع يخلص بس الاجتماع اللي مع سياده الوزير ولا نائب الوزير، هنكتشف او نشوف المشكله دي هل لها حل للعربيات السيارات الموجوده في المينا ولا لا. هنتابع معاك يا استاذ وائل، هنتابع معاك ما تقلقش، حضرتك عارف من امبارح احنا واعدينك ان الموضوع ده واخدينه على عاتقنا جدا. يستثنونا يعني. يستثنونا مفيش مشكله، احنا والله القرار ما نزل الا بعد ما وصلنا. فاهم قصدي؟ هنتابع معاك يا استاذ وائل. هو عمال يقول من زمان ومش من زمان، لا انا القرار موجود معايا بعته لك اللي هو مكتوب في يوم 28 سبتمبر. طيب هنتابع معاك يا استاذ وائل، وهنتابع مع السيد الاستاذ السيد شحات غندنطوري مدير الإدارة العامة لبحوث الفنية لمصلحة الجمارك، بس سيادة رئيس مصلحة الجمارك جوه في اجتماع مع معالي الوزير، يخلصوا بس الاجتماع اللي هو المفروض يعني ان الاجتماعات دي بتبقى ليها علاقة بالمواطنين اللي هم في منهم دلوقتي حوالي كذا حد، يعني عشرات منهم بقى لهم 5 أيام على المينا على الرصيف قاعدين. طيب احنا هنتابع الموضوع ده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تنتهي الازمه دي بس بسرعه، عشان بس دايما ايه في الكوارث دي بيبقى اهم حاجه بس الازمه تنتهي وبعدين نطلع بقى نشوف الاخطاء دي ازاي ممكن نستفيد منها عشان ما تتكررش تاني، ولا هو لازم كل ما يحصل مشكله يعني الناشد الكبير يعني؟ مش معقوله كده يا جماعه. بكره ان شاء الله نشوف حضراتكم 9 صباحا.